السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمستشفى جديد، يعني مش جديد كتير لأنه فيه يعني عنده حوالي عامين تم افتتاحه ببلدية كرزاز بالحدود الجنوبية الغربية عن الجزائر بالقرب، يعني حوالي 40 كيلومتر على الحدود مع مملكة المغرب الأقصى. إذن وهذا المستشفى اللي نشوفوه يعني الشكل لا بأس به، عنده قدرة استيعابية نتاع 60 سرير، ويقع في منطقة نائية بلدية كرزاز إذن في ولاية بشار، اللي ينضاف إذن إلى كمكسب هام جدا للمنطقة. إن شاء الله تكون التجهيزات يعني في المستوى، وتكون الخدمة العمومية كذلك عند حسن ظن يعني المواطنين بالمنطقة تاع كرزاز وبشار بصفة عامة. خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.